إذن يا هلا ومرحبا مشاهدينا فيكم مرة ثانية. والكويت عبد الله طبعا معروفة هي بؤرة للثقافة محليا خليجيا وكذلك عربيا. معنا من رابطة الأدباء الكويتيين، رابطة الأدباء الكويتيين، تاريخ وامتداد ثقافي كبير. معنا المهندس حميد المطيري، هلا ومرحبا فيك. دكتورة إيمان ودكتورة لوزيني، هلا ومرحبا فيكم. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا. بالنسبة لرابطة الأدباء الكويتيين، ودنا نتكلم عن دور الرابطة في نشر الثقافة خصوصا محليا في هذا العصر المتسارع والمتقدم. في البداية أحب أشكر لكم هالدعوة الكريمة، وهذه تحت فرصة لنا احنا نتكلم فيها من خلال برنامجكم فيما يخص في رابطة الأدباء ودورها الريادي في نشر الثقافة والوعي والأمور الخاصة في التطور الثقافي. احنا دورنا امتداد لجيل الرواد السابقين لنا، عندنا أنشطة متعددة ومتنوعة في جميع المجالات الأدبية والأجناس الأدبية، من شعر وقصة ورواية وسيناريو مسرحي ونقد أدبي. كل هذه تتبلور في الأنشطة الثقافية اللي موجودة عندنا بشكل أسبوعي، يكون عندنا فعالية. نعم. فإحنا شغالين في هالجانب هذا التوعوي ونشر الثقافة والوعي عند الشباب، ونحاول نحن نحتضنهم في هالجانب هذا الأدبي. نعم. لأن الشباب ما يقتصر فقط على الجانب الرياضي، أيضا هناك جوانب أخرى فنية إبداعية، فإحنا نحاول يعني نوفر لهم المساحة هذه والمكان هذا. نعم. يوم واحد الأسبوع ولا يوميا؟ هو احنا عندنا نشاط رئيسي يومي اللي هو يوم الاربعاء. نعم. بالاضافه الى الانشطه الاخرى اليوميه، يعني عندنا من الاحد للخميس نشاط يومي، لكن النشاط الرئيسي اللي يكون عليه التركيز هو يوم الاربعاء. اكيد احنا يعني نبارك لكم وجودكم كمجلس اداره يعني جديد لرابطه الادباء. ودكتوره ايمان بتكلم كونك رئيس اللجنه الاعلاميه، اهم القضايا الاعلاميه اللي يعني ببالك وبال مجلس الاداره خلال الفتره القادمه. أول شيء مثل ما تفضل أستاذ حميدي، إن إحنا عندنا المشاريع الثقافية هي صحيح على امتداد الأسبوع، لكنها راح تكون متنوعة في كذا بيت، في كذا مجال راح يكون موجود. إحنا حابين إن إحنا نسوي هذا الانتشار الثقافي بشكل أوسع عشان أقدر أنا أوصل مجتمعيا أكثر، فأنا محتاج خطة منظمة إعلامية علشان أقدر أصدر ثقافتي وما استجد من أمر خلال الرابطة خلال امتداد الأعوام هذه. يعني لما أي أنا اليوم أبي أدعم هذه المسيرة برؤية جديدة، فإحنا عندنا برامج مدروسة تماما سيتم تقديمها عن طريق برامجنا في الفترة القادمة، بالتركيز الأساسي نفس ما تفضلت أستاذة قبل شوي، إن إحنا لازم نركز على الجانب الإعلامي حتى يعني ما أغيب جهود الزملاء في الرابطة. فعلا ربما أغلب الأماكن نفس ما تفضلت تكلمنا تقوم بجهود جبارة لكن مغيبة إعلاميا، عندما تركزون على هذا الجانب أنتم تنشرون هذا الموضوع. ودنا نتكلم في هذا الموضوع بالنسبة لرابطة الأدب دكتورة لوجين، أنتم تقومون بعمل مجهود كبير، ودنا نتكلم عن هذا المجهود. يعطيك العافية، وأحب أشكركم في البداية على الاستضافة القيمة. طبعا طبعا احنا عندنا اللي هي أكاديمية الأدب، يعني هي أحد الأفرع اللي استحدثت في رابطة الأدباء، بدأوا فيها من سنة 2019. في هذه الأكاديمية احنا هنا نهتم في إنتاج يعني أقلام جديدة من المجتمع الكويتي، يعني كمشاركين، وعمل دورات تتخصص في جميع نواحي الأدب مثل أدوات الكتابة، البلاغة، فنون القصة القصيرة، وأيضا اللي هو الأداة الحقيقية للكتابة، لأن وجود العمل الدرامي أو العمل السينمائي أو المسرحي كله أساسا يكون بداية من كاتب كتب القصة أو كتب الفكرة. فإحنا نترجم هذه الأقلام الإبداعية وغيرها عن طريق أكاديمية الأدب بدورات متخصصة من أشخاص متخصصين يعني في هذا المجال. نعم. مهندس حميدي، يمكن اليوم يعني الكويت ما شاء الله في المعارض الكتاب الأخيرة قاعد نشوف مجموعة من الكتاب الكويتيين اللي متواجدين في المعارض، لكن اليوم يعني ككاتب ممكن يقولون ليش أروح وأسجل كعضو في رابطة الأدباء ونشوف في هجرة من الكتاب المحليين خاصة لهذه الرابطة، شنو برأيك الأسباب وشنو هم خطتكم لجذب الكتاب الشباب؟ صحيح، الحين الفضاء مفتوح والجيل الحالي جيل الشباب ما يبي يتقيد وفق أطر
خلينا نقول يعني ضيقه او محكومه من جهه معينه، سواء رابطه يعني جهه اهليه او جهه حكوميه، يبي يكون عنده حريه حركه. صح. لكن اعتقد ان احنا نحاول احنا نوازن بين الرغبتين هذه، بحيث ان احنا نتيح له الفرصه انه ينمي موهبته، يطور في مستواه، يلتقي مع اساتذه سبقوه في هذا المجال، يعطونا الدعم، يعطونا التحفيز من خلال البرامج اللي نقدمها. فانا اتفق ان الشباب الحين حاليا يعني هو سريع الحركه، فلذلك احنا لازم نواكب سرعه حركه الشباب في حتى برامجنا اللي نقدمها من خلال رابطه الادباء وانشطتنا. نعم، ما هذا ربما العزوف احد التحديات. دكتوره ايمان، ودنا نتكلم كذلك عن التحديات اللي تواجهها رابطه الادباء الكويتيين، وشلون ممكنكم تتخطونها من خلال خطتكم. بالبداية وأهم خطة هي امتداد جسور الثقة ما بيننا وما بين المجتمع. جسور الثقة موجودة الحمد لله بيننا وما بين مختلف الأجيال اللي موجودين، الحمد لله نلنا على ثقة الأعضاء الشباب وحتى أصحاب الخبرة خلال فترة بسيطة جدا وأعمال خلي أقول تطوعية. إحنا اليوم أكبر تحدي لنا أن إحنا نصل للمجتمع ونوصل صوت المجتمع ويعني نسقي ونشبع الثقافة عند المجتمع الكويتي. المجتمع الكويتي متصدر إلى اليوم الثقافة بشكل عام، سواء كانت من الناحية الخارجية أو حتى العربية، لأن حتى مشاركاتنا الخارجية لما نتواجد في المعارض ما زال الأديب الكويتي له مكانته. فإحنا دورنا أن إحنا نعزز هذه المكانة ونصدر أيضا إبداعات جديدة بالتعاون مع أكاديمية أدب، منتدى المبدعين وكل البرامج اللي راح نشتغل عليها في الرابطة الفترة القادمة. فهدفنا الأساسي وأكبر تحدي بالنسبة لنا إعادة هذه الثقة وتأهيل المبدعين وتصديرهم بشكل، ولو أنه مجهود فريق لكن يقع عتق عليك كونك أنت رئيس اللجنة الإعلامية. نعم صحيح، أكيد. يعني هذه الثقة تبتدي أيضا من يعني القيادة وأيضا من الحكومة، وإحنا شفنا يمكن صح. اليوم دعم موجود لكم من معالي وزير الإعلام، وزير الثقافة، كلمونا على هذا اللقاء اللي جمعكم اليوم هذا الدعم. من خلال البرنامج بدنا نشكر معالي الوزير على دعمه وثقته في الشباب، وأيضا إيمانه القوي أن الثقافة هي واجهة البلد، هي دليل على تطور ونمو ونضج المجتمع. فبالعكس هو كان داعم لنا بشكل قوي، وحتى لدرجة أن احنا الحين قاعد نخطط أو يعني قاعد نرتب لعمل بروتوكول تعاون بين رابطة الأدباء ووزارة الإعلام، نفس ما احنا عندنا أيضا بروتوكول تعاون، اتفاقية تعاون مع المجلس الوطني للفنون والثقافة والأداب، وأيضا راح يكون معانا اتفاقية تعاون مع هيئة الشباب. كل الجهات اللي يعني في تداخل وتشارك بيننا وبينهم ارتباط بهم. في ارتباط نعم في الجانب الثقافي. فهذا بالعكس يعني هو قاعد يهيئ لنا اكيد كله في صالح الشباب. اكيد نعم طبعا نعم بالضبط. نعم. استاذه اللجين، بالنسبه نفس ما تفضلتي باكاديميه الادب او داخل الرابطه، لربما الكتابه تبدا بجره قلم، لكن ماذا عن تواجدكم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي لجذب اكثر شريحه ممكنه من الشباب؟ طبعا هذه راح يكون لها دور كبير باختيار الأشخاص اللي راح يقومون بهذه الدورات. لا. يعني لما تختارين أستاذ أو أديب أو كاتب يكون له شعبية بين الشباب، هني أنت قاعد تستقطبين عدد أكبر من الحضور لهذه الدورات. بالإضافة طبعا إلى إن شاء الله إحنا متفائلين بدور اللجنة الإعلامية الحين، إن راح يكون لها دور أكبر في ونشاط أكبر في التواجد في وسائل التواصل الاجتماعي، لأن هذا وجه الإعلام الجديد، يعني هذا وجه الإعلام الملموس اللي يؤثر على فئة الشباب الحالية. وإحنا في أكاديمية الأدب طبعا هي الاحتكاك المباشر أنا أشوفه بين الرابطة والناس بشكل عام، يعني سواء الشباب أو الكبار. يعني أكيد. ماذا عن معرض الكتاب الدولي؟ ربما لاحظت أنا في آخر معرض كان التواجد الشبابي كبير كروائيين أو كتاب، هل هم لهم دور كذلك أنهم الشباب يجذب الشباب بالنهاية؟ أكيد أكيد. طبعا يعني هذا يثبت يعني عدم صحة عزوف الشباب، يعني هذا ما يتداول دائما أن في عزوف من الشباب عن القراءة. ممكن أن هو تقلصت فكرة الكتاب الورقي، لكن عملية الكتابة وعملية الإبداع وعملية الإنتاج الأدبي لا تزال موجودة يعني ولا تزال نشطة إلى يومنا هذا.
طبعا بالنسبه حق الشباب احنا عندنا منتدى المبدعين الشباب في رابطه الادباء اللي هو عباره عن تجمع اسبوعي يتم في رابطه الادباء للكتاب المبتدئين نقدر نقول اللي ما انتجوا كتب ما صاروا ادباء بشكل رسمي وبنفس الوقت هم عندهم المواهب فهم يتجهون للرابطة يقدمون إبداعاتهم يقرؤون نصوصهم في عملية تشاركية يعني فإحنا هذيل الشباب هم الواجهة مبدئيا بالنسبة لنا أن هم الجيل القادم لرابطة الأدباء وهم عموما اللي راح يكونون الجمهور في أكاديمية الأدب علشان الموهبة وحدها لا تكفي يعني لازم يكون في أدوات الشخص يشتغل عليها علشان يخرج بمنتج أو بإصدار أدبي يستحق الإصدار أو القراءة هذه الموهبه اللي موجوده يعني فيه ومثل ما قالت ليلى قبل شوي الدكتوره ايمان بان اليوم يعني الشباب وسائل التواصل الاجتماعي والتحول الرقمي اللي احنا دائما نتكلم عنه ويعني ونكون نبيه شلون انتم كلجنه اعلاميه ممكن يكون لكم صوت كجسر بينكم وبين الكتاب المبدعين الشباب. هو احنا اول شيء قاعدين نشتغل عليه حاليا اللي هو تغيير الهويه البصريه بما يتناسب مع معطيات ومتطلبات العصر. حلو. واكبر يعني قاعدين نحاول نكون اكثر قرب من الشباب. في الحين البرامج التواصل الاجتماعي قاعدة تتوجه إلى الأعمال القصيرة والسريعة يعني حتى في الأخبار قاعدين نحرص أن لما أنقل خبرا ما يكون مختصر بسيط سريع حتى في التغطيات أكثر من 30 دقيقة ممكن يعرقل عملية وصول المجهود فهنا تحدي كبير أنت عندك عمل ضخم ولكن أنت محتاج أنك أنت توصله بأبسط وأسرع طريقة ولكن يجب أن لا يعني لا تخذل الناس اللي اشتغلت فأنت عندك جهتين جهة متلقي وجهة المنفذ فما تبي تبخس أي طرف أنا بعطي المتلقي حق الاطلاع على هذا النتاج بنفس الوقت أنا بأعطي صاحب العمل والمجهود هذه النظرة أن أنا موجودة أنا سويت التغطية اللي ممكن ترضيك فبالتالي راح نحاول ندمج الأنشطة هذه المجتمعية هذه الأنشطة الثقافية في المجتمع ونصدرها إعلاميا عن طريق هذه التحديات إن كانت بسيطة ولكن إن شاء الله أن الفريق المؤثرة والفريق اللي قاعد يشتغل على هذا الموضوع إن شاء الله راح يكون مرضي بإذن الله. أستاذ حميدي هل سيكون للرابطة مطبوعات في المستقبل أم سيتم الاعتماد بشكل أساسي على وسائل التواصل الاجتماعي؟ إحنا عندنا مطبوعة اللي هي مجلة البيان تصدر منذ نشأة أو تأسيس الرابطة فهي مجلة شهرية تعنى بالمشاركات ونتاج الأعضاء وأيضا فتحنا المجال أن تكون أيضا لغير الأعضاء فهذه المجلة مستمرة. أيضا عندنا إصدار للمنتدى وعلى فكرة بالمناسبة إحنا أصلا مخرجات منتدى المبدعين إحنا أعضاء مجلس إدارة إحنا مخرجات منتدى المبدعين اللي تأسس في 2001 فيكم الخير البركة الله يسلمك. فإحنا عندنا أيضا إصدار خاص في منتدى المبدعين أيضا هذا من ضمن الإصدارات بالإضافة إلى إصدارات تكون خاصة في بعض المطبوعات المتعلقة مثلا عن الكويت أو عن الحراك الثقافي أو عن أي شيء يختص المجال الثقافي بشكل عام يكون هذا في إصدار مثلا سنوي أو كل فترة معينة فالإصدارات موجودة يعني. إن شاء الله يا رب نتمنى لكم التوفيق اليوم ونبارك لكم مرة ثانية على يعني هذه الثقة وجودكم كمجلس إدارة ونشوف إن شاء الله في السنتين الجايين هذا العطاء إن شاء الله اللي مبين جايين بروح جميلة وراح يكون إن شاء الله واضح للكتاب وأيضا للمجتمع الكويتي. كل شكر لكم على وجودكم. كل شكر لكم. شكرا لكم عبد الله. وصلنا حق ختام حلقتنا ليالي الكويت. ودي أذكر بس مشاهدينا في حال إن ودهم يشاركون في كلمة في تعليق في استفسار ممكن يشاركون دائما على هاشتاج ليالي الكويت. انتم شركائنا في النجاح. حابه اوجه شكر لكم شكر خاص لك زميلي عبد الله. شكر لزملائنا في الاعداد في الاخراج وفرقتنا اليوم تميزوا لربما بعزف معزوفات للراحل عبد الكريم عبد القادر ما قصروا. شكرا لهم وشكرا لكم مشاهدينا. تصبحون على خير. في امان في امان.